نروح بقى الفايرال. ده حقيقي. وقبل ما نروح الفايرال والتعليقات، انا كمان بحيي كابتن سيد عبد الحفيظ، عارف يرد بشكل كويس جدا. كل الناس بتعرف ترد في توقيت آه. لا احنا كمان كل الناس يعني بتعرف زي ما ترد. انت بتقول التوقيت مهم جدا، ولغه الحوار ولغه الرد تكون ازاي. يعني ده اللي عهدناه مع النادي الاهلي، وهنا في قناه النادي الاهلي قلنا دايما هنحاور وهننقد وهنناقش، لكن بمبادئ النادي الاهلي، بلغه النادي الاهلي. يعني هو ده اللي احنا دايما حريصين عليه. يمكن في ناس عايزه تشدك لمرحله ثانيه، عايزه تشدك لحته ثانيه، عايزه تطلع منك الفاظ وتطلع منك كلام وتطلع منك حوار حتى مش يكون بتاعتك. خارج نطاق الاهلي، وده هنحافظ عليه بشكل جيد جدا جدا. وزي ما بقول لك عجبني جدا قبل ما نروح لفايلر والقائمه بتاعت مباراه بكره، رد سيد عبد الحفيظ كان رد قصير بس في الجول يا سيد.